اهلا بكم من جديد. اولى فقرتنا يتحدث عن اليوم العالمي للسلام. هذا اليوم الذي خصص عام 1981 اللي يتم الاحتفال به سنويا مع انعقاد الجمعيه العامه للامم المتحده اللي بتعقد في شهر سبتمبر من كل عام، على ان يتم الاحتفال به بدايه من عام 1982. في الحقيقه في ظل الاوضاع الملتهبه مش بس في منطقه الشرق الاوسط ولا اتون الحرب الدائر في كل المنطقه ككل، سواء في اليمن سواء في العراق في سوريا في لبنان غيرها من الدول اللي احنا بنشوف فيها نزاعات كثيره جدا جدا بكل اسف منتشر في جميع دول العالم، وان كان كمان الارهاب يشارك كمان بان يطل براسه القبيحه على كل دول العالم. في الحقيقه السلام اصبح حلم او حلم بعيد المنال، ان احنا نوصل له ازاي اعتقد قدامنا فترات طويله جدا من الزمن عشان نوصل للسلام ويكون في السلام بيعم العالم ككل. ويمكن الاجتماعات اللي بتعقد دايما في الامم المتحده في شهر سبتمبر اللي بيحضرها كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتحدث فيها بالامس عن مفهوم السلام الغائب وفكره السلام الغائبه اللي مش موجوده على ارض الواقع في ظل طبعا التحديات الراهنه الموجوده في كل دول العالم، اعتقد الموضوع هيكون حلم بعيد المنال صعب الوصول اليه. وان كان بان كي مون بالامس اطلق دعوه لالقاء كل الاطراف الدوليه بالقاء سلاحها جانبا عشان يكون السلام او يوم السلام يعم دول العالم. خلينا نرحب بضيفنا الكريم عشان نفهم مفهوم السلام ونتكلم كمان ازاي ممكن نحققه، اعتقد محتاجين كلام كتير جدا. بيشرفنا في هذه الفقره دكتور جمال ابو شنب استاذ الاجتماع السياسي بجامعه حلوان. شرفنا دكتور، صباح الخير حضرتك. صباح النور، اهلا. اسمح لنا بس نخرج لتقرير صغير ونرجع مره ثانيه نتواصل في الحوار ان شاء الله. نتابع. في 21 من سبتمبر من كل عام يحيي العالم اليوم العالمي للسلام، ويأتي احتفال العام تحت شعار أهداف التنمية المستدامة بناء حجر أساس من أجل السلام، حيث يركز الاحتفال هذا العام على أن أهداف التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من تحقيق السلام في عصرنا، وأن التنمية والسلام مترابطان ويعززان بعضهما البعض. ويعد كل هدف من أهداف التنمية المستدامة 17 هي حجر أساس في الهيكل العالمي للسلام. كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت القرار الخاص باليوم العالمي للسلام في عام 1981 من أجل الاحتفال بالسلام وتعزيزه بين جميع الأمم والشعوب. وبعد 20 عاما حددت الجمعية العامة في عام 2001 يوم 21 من سبتمبر تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله. وأكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلى أن الأهداف الإنمائية المستدامة العالمية الجديدة التي اعتمدتها 193 دولة قبل عام هي لبنات لإرساء السلام. وذكر مون أن موضوع هذا العام يسلط الضوء على الأهداف الإنمائية المستدامة كونها لبنات أساسية في بناء السلام، وأن التنمية المستدامة أمر ضروري من أجل سلام دائم، وكلاهما يعتمد على احترام حقوق الإنسان، وأن كل واحد منا يمكن أن يكون من دعاة التنمية المستدامة. اهلا بكم جديد، وبجد ترحيب مره اخرى بضيفنا الكريم دكتور جمال ابو شنب استاذ الاجتماع السياسي بجامعه حلوان. شرفنا يا دكتور. اهلا بيك. فكره السلام، احنا فين من فكره السلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص، فكره السلام فكره قايمه على التوازن في العلاقات الدوليه على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي. توازن العلاقات الدوليه بين الدول المختلفه فيما يتعلق بتوظيف مصادر القوى المختلفه، سواء على مستوى العلاقات الشخصيه بين الدول على المستوى الاقليمي، على مستوى العالم كله من خلال المنظمة العالمية اللي هي الأمم المتحدة، سواء بمجلس الأمن أو الجمعية العامة. وفكرة السلام العالمي ديت فكرة مطروحة منذ قيام الأمم المتحدة في 1945، إنما هو الواقع بيفرض نفسه. هل توصلنا إلى مفهوم دائم لعلاقات التوازن والتصالح بين الدول في ضوء توظيف العلاقات من أجل المصلحة العامة بين الدول أم لا؟ احنا شايفين أن الأمم المتحدة الحقيقة كمشروع اتعمل في القرن الماضي إلى الآن لم يحقق هدفه على أرض الواقع.
وفي فرق بين المبادئ والقيم اللي بتعكسها المبادئ اللي اتعملت عليها الأمم المتحدة، ودي مبادئ مثالية ما يجب أن يكون عليه الواقع، ولكن الواقع بيفرض نفسه أن العالم في حالة صراع مستمرة، صراع على مصادر القوة ومصادر الرزق، علاقات المصائر دائما علاقات الدول إما علاقات توافق أو علاقات صراع. علاقات توافق هي علاقات مصالح، ولكن قائمة على علاقات منضبطة، فسواء كانت تعاون في تحالفات ثنائية أو تحالفات جماعية أو إقليمية. إنما لما توصل الدرجة لصراع، ودايما الصراع بيعكس الحقيقة الخلل في بنية المنظمة العالمية للأمم المتحدة الحقيقة، أم على فكرة أن عندنا دول قوية ودول فقيرة، دول غنية والأكثر فقرا. دول مفهوم العالم الثالث اللي ظهر مع حركات التحرر والاستقلال الوطني كان المقصود منه أن هذه الدول تحقق معدلات من التنمية، تستطيع أن هي تعمل معدلات تنمية وتحقق للمجتمعات بتاعتها تنمية مستدامة وتعمل حداثة وتطور الاستثمار البشري الناس الموجودين داخل هذه الدول. دكتور عندي سؤال يعني البديهي بالنسبة لنا أو ليهمنا احنا على وجه التحديد، يمكن منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط بتحظى نصيب الأسد في الصراعات، ده شايف ده نتيجة أيديولوجيات معينة؟ هل احنا بنحظى بفكر معين؟ هل في مشاكل يعني في فكرنا؟ يعني ليه احنا لينا نصيب الأسد غير أوروبا مثلا؟ ليه احنا عندنا مشاكل داخلية بهذا الشكل؟ منطقة الشرق الأوسط منطقة حتظل بؤرة صراع موجودة، وموجودة منذ زمن قديم جدا، لأنها محط نفوذ القوى الاستعمارية من أجل المصادر اللي هي الموجودة فيها. يعني ليه منطقة الشرق الأوسط محل نفوذ وصراع ليه؟ لأن داخلها ثروات كثيرة جدا، حتى الثروات البشرية والثروات المادية اللي فيها، هل يتم استغلالها من قبل النظم الحاكمة بشكل جيد لصالح الشعوب، أم أن هذه الثروات كانت محل نهب لنخب معينة على مدار حتى بعد حركات التحرر الوطني؟ دول العالم الثالث، يعني أما الواحد بيرجع بالذاكرة بيقول أن مصر كانت من بين 5 دول أو 3 دول في بداية القرن العشرين، هي والهند، اللي استطاعت أن هي تعمل تجربة تنمية، وتجربة التنمية اللي هي النقلة من المجتمع الزراعي للمجتمع الصناعي، ما قبل الحداثة إلى مجتمع الحداثة. النظرية ديت احنا مرينا في مصر بتجربة من ايام محمد علي اللي هو والابن اللي هو عمل اساس مصر الحديثة لغاية 1800 مثلا بكده 25 1830، وده الراجل ده استطاع ان هو يعمل اساس لدولة حديثة معاصرة من خلال مشروع قومي للتصنيع. تم اجهاد هذا المشروع واجبر محمد علي على العودة مرة اخرى حتى الترويج بتاع الصناعات اللي كان بيعملها، وعملوا عليه ايه اتفاقية، واضطر ان هو يتقوقع مرة اخرى في الخلفاء بتوعه اللي هو الخديوي اللي جاب بعد كده اسماعيل وتوفيق والنبوي السعيد والناس دي كلها. اما جاء عبد الناصر والمشروع القومي، اللي هي في فرق بين الدوله القوميه والدوله الوطنيه. الدوله الوطنيه داخل حدودها المنطقه العربيه عندنا نظم حكم ملكيه وقبليه وعشائريه و بيروقراطيه عسكريه. انما الدوله الوطنيه داخل حدودها ظلت متقوقعه، لم نصل بعد رغم ان احنا امه واحده لها من العادات والتقاليد والثقافات والامال والطموحات. كان ممكن ان يتحقق المشروع القومي، وهذا المشروع القومي يشمل التنميه. كان حلم يا دكتور، كان حلم على المشروع على المستوى القومي، كان حلم على المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي والمستوى الثقافي، ولم نصل الى رؤيه موحده من خلال جامعه الدول العربيه لكي تستطيع ان تدمج كل هذه الثقافات المتقاربة في العادات والتقاليد واللغة والأديان، لم تدمجها في وحدة قومية، وننتقل من مستوى الدولة الوطنية داخل حدودها إلى مستوى اتحاد فدرالي أو اتحاد الولايات العربية على سبيل المثال. لماذا الفشل مشروع الجامعة العربية في أن يحقق ده؟ هنا تيجي نقطة بقى الأطماع والأطماع الخارجية والفشل الداخلي الزريع للنظم السياسية اللي ما قدرتش تطور الشعوب بتاعتها وتنقلها من مستوى المجتمعات القبلية والعشائرية والزراعية للمجتمع الصناعي، وتعمل علاقات متوازنة. فين السوق العربية المشتركة اللي احنا تربينا كلنا عليها؟ لو ان مشروع الجامعة العربية نجحت في اقامة سوق عربية مشتركة وحدث نمو اقتصادي ثم تابعه بالتوازي نمو في النظم السياسية، واستطاعت هذه الدول من خلال اتحاد يقوم بينها مثلا اتحاد الولايات العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، على غرار الاتحاد الأوروبي، اللي هم مختلفين في الدين وفي الجنس وفي النوع وفي اللغة وفي كل حاجة، واستطاعوا انهم يعملوا شيء يعني. طب ولذلك هنا الفرق بين الشعب والأمة فرق كبير جدا. يعني ما اقول الشعب الأمريكي شعب له من الإثنيات والعرقيات، ومشكلة أمريكا اللي قامت عليها اللي تعاني منها الآن هي القدرة على إدماج
هذه الثقافات الفرعية المختلفة اللي كل واحد جاي من دولة معينة بعاداته وتقاليده وثقافته داخل المجتمع الأمريكي، ولذلك هناك صراع كثير جدا ما بين الحضارات والثقافات، ما بين الثقافات، وهناك نقطة تمييز خطيرة. الولايات المتحدة الأمر لم تستطع أن تحقق العدالة في داخلها، هناك في تمييز على أساس العرق واللون والجنس في حاجات كثيرة جدا. نحن في الأمة العربية كنا مؤهلين إن إحنا يبقى عندنا قومية، لأن إحنا ما عندناش المشاكل دي، ما عندناش المشاكل دي، عندنا مشكلة ثقافية ولا مشكلة لون ومشكلة حضارة، يعني في توحد في حاجات كتير جدا. يعني ظلت النظم العربية حبيسة الأطماع الخاصة بحكامها، الاستئثار بالسلطة والثروة لنخب محددة دون أن ينعكس ذلك في عملية تنمية وتطوير مقدرات الأمة العربية على المستوى السياسي وعلى المستوى الثقافي والاجتماعي. لعلك إذا تحدثت مع أي فرد أو أي شخصية من الدول العربية والجماعة تجد أنك تتحدث مع نفسك، لأنه غير مختلف عنك لا في اللون ولا في الجنس ولا في اللغة ولا في الثقافة ولا في الطموح ولا في العادات، ولكن ممكن تبقاش عارف ده منين أصلا، يعني ولكن ولا واحد تسأل يعني. دون أن تسأل من أنت. إنما المشكلة الحقيقية في اختلاف النظم السياسية مع بعضها بعض، هنا الطموحات، الاستئثار بالسلطة والزعامة، وظلت النظم القبلية على حالها والنظم العشائرية على حالها والنظم الملكية. وما جاء أقول نظم حكم الملكية أو نظم الحكم حتى البيروقراطية اللي ظهرت مع حركات التحرر الوطني اللي هي العسكرية، ظلت غير قادرة على تأهيل السكان وتطويرهم وتنميتهم وارتفاع مستوى وعيهم واستثمار القدرات الموجودة لدينا من كل الخيرات الموجودة، سواء ثروات طبيعية أو بترولية أو تعدين إلى غيره. لماذا لم تنشأ الدولة القومية ونستطيع أن نحن نعمل معدلات تنمية من خلال سوق عربية مشاركة؟ لو أن هذا حدث على المستوى المحلي والإقليمي داخل إطار الأمة العربية، ما كان حال الأمة العربية في اللحظة الحرجة التي نعيشها الآن، وأننا أصبحنا فريسة للأطماع الأجنبية. وأنا مش هكون متجاوز إذا قلت أننا نعيش حرب عالمية ثالثة داخل المنطقة العربية بهدف التقسيم والتجزئة. ونقطة التقسيم والتجزئة ديت نحن السبب فيها مش هم، لأن نحن الذي منحنا الفرصة، عندنا أطماع داخلية وعندنا مشاكل داخلية، هم احنا اللي جبناهم بمعنى أصح يعني. طيب دكتور، تحقيق السلام دايما بالتبعية بيكون في عدالة، يعني عشان تحقق السلام بالتبعية يكون في عدالة أو قوة كمان تستطيع تطبيق هذه العدالة. ده اللي احنا اعتدناه وده اللي فهمناه أو ده اللي احنا درسناه بمعنى أصح. الأمم المتحدة أو الجامعة المتحدة 193 دولة موجودة الآن بتعقد اجتماعاتها كل شهر سبتمبر، تكاد تكون كلام فقط، أو تكاد تكون إن هي مجرد رسائل ما بتصلش إلى ذويهم أو ما بتصلش وبتأدي صداها إلا من خلال الخمس دول الدائمين عضوية في مجلس الأمن، هم المتحكمين في العالم ككل. فين العدالة والسلام والحرية والديمقراطية وكل المسميات اللي ممكن نقولها في ظل تحكم خمس دول في مصير العالم ككل؟ نرجع تاني نتكلم على المنظومة الخاصة بلائحة الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة. مجلس الأمن هو عندنا خمس دول متحكمة في اتخاذ القرار من خلال الفيتو. لماذا لما يتغير النظام وقد طلبت كل الدول، دول العالم الثالث بالتحديد اللي هي خارج نطاق الخمس دول الدائمة، في أنه يتم تعديل ميثاق مجلس الأمن؟ لازم ده نداء يعني من كل، مش نداء، ده تم مطالبة، ومصر لها في هذه الجزئية باع كثير وكانت مرشحة في فترة ما لكي تكون دولة دائمة ممثلة لإفريقيا في العالم الثالث ولم يستجبها. لماذا؟ لأنه من خلال الدول الخمسة الدائمة العضوية تستطيع أن تتحكم في اتخاذ القرار السياسي. أنا مش عايز أكون متجاوز إذا قلت أن الأمم المتحدة أصبحت آلة في يد القوى العظمى، وبالتحديد بعد عصر العولمة، بعد ما انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة العالم في عام 1989 وانهزم الاتحاد السوفيتي في أفغانستان من خلال توظيف الدين في وخلق تنظيم يحارب من داخل المسلمين يحارب الاتحاد السوفيتي، ولم تحارب الولايات المتحدة الأمريكية ونحن ندفع الثمن الآن. انفردت بالعالم الولايات المتحدة الأمريكية وأدارت المنظمة الدولية لصالحها على مستوى العالم كله لاستنفاذ ثروات العالم وخيراته الاقتصادية، و حتى نشر الأيديولوجية الخاصة بها على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. وهنا تيجي نقطة عدم الرغبة، رغبة القوى الكبرى في تطوير لائحة مجلس الأمن ودخول بعض الدول الممثلة في دول العالم الثالث على سبيل المثال من آسيا ومن إفريقيا، أو مش حتى دخول، إحنا نجمع بالأصوات، والأصوات في 15 الأغلبية تحكم، الأغلبية، ولكن هو حق الفيتو. ولذلك هنا يعني على المستوى العالمي، هنا الولايات المتحدة الأمريكية نشرت الفكر بتاعها على المستوى السياسي والاقتصادي، وهنا تيجي نقطة اللي احنا بنعاني منه حاليا اللي هي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط من أجل استنفاذ ثروات المنطقة والسيطرة عليها مرة أخرى.
معدلات التنمية البسيطة اللي هي واخدة اتجاه استهلاكي واقتصاد ريعي مش قايم على تصنيع، عشان تنتقل المنطقة العربية إلى حالة الحداثة وتبقى عندها قوة اقتصادية، وبالرغم من فشل المشروع الخاص بهيئة التصنيع العربية والسوق العربية المشتركة، حتى على المستوى الاقتصادي ما عملناش اقتصاد قوي ودول حديثة. ولذلك حتى مستوى الوعي السياسي نجد أن الانتماء الخاص بالمواطنين العرب داخل المنطقة لم يعد الولاء للقومية والوطنية لعدم ارتباط النظم السياسية بمصالح الجماهير، هو مرتبط بمصالح شخصية ولذلك نيجي عند نقطة السلام اللي حضرتك اللي انت بتقوله. السلام لابد له من قوة تحميه، إذا لم تكن هناك قوة تحمي السلام على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري ليس له قيمة وعدل يطبق على أساسه بدليل وعدل. يعني السلام له قوة تحميه، وهنا هيجي نقطة العدل، لأن طالما هناك قوة تحمي الاتفاقيات. النهارده القوة الكبرى في سوريا الاتفاق بتاع الهدنة اللي عاملينه لم يصمد يوم واحد طبعا، ونجد أن الولايات المتحدة تقصف بالقوات بتاعتها نفسها. مش القافلة ده تقصف الجنود السوريين 90 واحد يقتلوا، ثم في اليوم التالي تبدأ الصواريخ الروسية ترد أيضا لتنتقم. هي وصراع مصالح، والقوة معناها هي فرض هيمنة، يعني فرض هيمنة وقدرة القوة، قوة أي دولة على فرض هيمنتها على الطرف الآخر بغض النظر عن المقاومة التي يبديها. طب كده دكتور ممكن نقول فكرة السلام دي فكرة رومانسية، فكرة جميلة، يعني فكرة كده في الكتب نتكلم عنها، لكن في الواقع هيكون في نزاع وفي صراع ليوم الدين. فكرة السلام ليست فكرة طوباوية يعني مثالية وخيالية، هي فكرة واقعية إذا توفر لها مقومات النجاح. السلام لابد أن يكون متكافئ بين قوتين لكل منهما مصادر قوة، ولكل طرف يخشى الطرف الآخر لأنه معادلة. كان في وقت من الأوقات عندنا في المنطقة العربية معادلة التوازن اللي قايمة ما قبل الحروب الدائرة ثورات الربيع العربي اللي بيقول عليها اللي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه، كان عندنا فكرة التوازن الموجود في منطقة الشرق الأوسط بعد ما الغرب زرع إسرائيل في المنطقة لاستنفاذ ثرواتها وللسيطرة على مخدراتها وعدم إقامة المشروع الدولة الحديثة في المنطقة العربية، وهنا كانت وجود إسرائيل من سنة 48. هنا الفكرة بتاعت التوازن اللي كان موجود في المنطقة من 52 كانت الرؤية قايمة على أن كل الدول العربية تمتلك سلاح الرادع التقليدي، مجموع الأسلحة الموجودة في المنطقة الأسلحة التقليدية توازي سلاح الرادع النووي الموجود عند إسرائيل، وكان هنا الأمل مبني على هيئة التصنيع العربية. ولكننا في لحظة ما نتيجة الخلافات العربية والصراعات القطرية والضيقة وجدنا بعد مؤتمر بغداد انتهت هيئة التصنيع العربية ولم تقم السوق العربية المشتركة، وفشل المشروع القومي، وظلت كل دولة إقليمية داخل حدودها منكفئة داخل نظام الحكم بتاعها، النظام الملكي، إما استبدادي أو استبدادي يعني يعمل لصالحه وتقراطي أو يعمل لصالح شعبه. ربما بعض النظم الملكية طورت في الدستور بتاعها عشان تبقى نظم مش أوتوقراطية استبدادية، تبقى نظم أرستقراطية تعمل من خلال دستور يعمل لصالح الشعب زي المغرب، ملكية دستورية، ملكية دستورية زي المغرب زي الأردن، ولكن بقيت نظم في الآخر كلها نظم ملكية وعشائرية. النظم العسكرية البيروقراطية التي حكمت مع حركات التحرر في الشرق الأوسط أيضا ظلت نخبة مسيطرة عسكرية على مقدرات الأمة دون أن تطور لا القدرات المادية ولا القدرات البشرية بتاعت الناس. ولذلك أصبح الولاء مش للدولة، الولاء أصبح للدين. ولذلك وصلنا النقطة الخطيرة التي نعاني منها الآن. لماذا نحن الآن في ظلت الطائفية بيسموها دكتور دلوقتي الحرب على الهوية، الحرب اللي بيسموها حرب طائفية وإثنية وعرقية. الغريب أن يعني نظم الرق ونظم العبودية ونظم الطوائف انتهت من العالم يعني من فترة طويلة جدا، يعني آخرها مثلا ما أقول في الهند من التسعينيات في وقاية في الهند حوالي يمكن أقول لك 30 مليون لازال فيه رق وعبودية، لدرجة أن الأولاد بيتباعهم الولد أو البنت يتباع ب$90 ويشتغل مثلا 12 ساعة وليس له حق إطلاقا زي الكائنات غير إنسانية إن هو يأكل ويشرب فقط. طب ده موجود، وعندنا لازال إلى الآن بعض الرواسب الموجودة زي الصومال إلى الآن في بعض اللي هم الناس العبيد اللي بتباعهم إلى الآن في الصومال، وما تسألي يقول لك أنا ما أعرفش حاجة عن حاجة اسمها حرية ولا مساواة ولا عدل، النزال موجود.
نظام الكفيل المعمول به في بعض الدول العربيه، هو نظام من الرقه والعبوديه، وكانت المشكله مثاره في الاواخر الاخيره في العماله التي تسافر. نظام العبوديه موجود الان في الثقافه التقليديه العربيه، في فالهجره غير الشرعيه التي نراها، والناس بتموت في البحار كل يوم. دي ثقافه تقليديه. عندما يشترى الان من وراء الحاجه الفقر والمرض والجهل، ويشترى الانسان من اجل توظيف، طب انا حسب معاك الى مدى خطير جدا. الناس اللي هم بيطلعوا في البحر ويعملوا هجره غير شرعيه، هويتهم تبقى رايحين فين؟ احنا عارفين الناس اللي ماتوا دولي، طب ربنا يرحم اللي مات كلهم، والمعاناه اللي احنا شايفينها قدامنا الناس دي، طالع يعني مش لاقي ياكل وفقير، وبالنسبه له الموت ارحم. الموت هنا السؤال ايه؟ كان رايح فين؟ اتجاهه ايه؟ يبقى ده هذا الرجل ده عباره عن عبد للحاجه والفقر، ولا يملك من امره شيء ان هو يغير منه. وبعدين ما ادراك ان هو كان الناس ديت متاخده، هو قالوا هجره بس يتم توظيفه للجماعات الارهابيه. يعني هل احنا عندنا معلومات تقول الناس ديت؟ اما دلوقتي مصر تبذل جهد خطير جدا في محاوله السيطره على السواحل. طب دكتور، فكره اقحام الدين في كل الموضوعات الان دي من اخطر الموضوعات على الاطلاق. يعني فكره اقحام الدين في كل المفاهيم دي من الافكار اللي تم استخدامها والترويج ليها بشكل كبير جدا في الفترات دي، عشان نشوف كل واحد يحقق مصالح بيقحم كلمة الدين فيها. شوف، إقحام الدين معناها إن احنا لازال عندنا الفكر غير علمي، لأنه الدين ده منهج إلهي، وكل الأديان السماوية بتحد على حرية الفكر وحرية العمل والتملك والكسب، وتعطي أهمية لقيمة الإنسان، وتقدم العلاقات الإنسانية في مستوى لا يعني ما فيهوش مشاكل إطلاق. يعني علاقة الأديان ببعضها الحقيقية معروفة، ولكن لماذا فكرة إقحام الدين؟ لأنه لم تحدث تنمية وتحديث سياسي في المنطقة العربية لكي يصبح الولاء للدولة وللوطن. وفكرة المواطنة ده معناها أن المجتمع هنا فكرة ليه؟ بناء قومية، الدولة القومية، ما حصلش، ما وصلنا لهاش. فكرة اللي هي التحديث السياسي، إن أنا يبقى عندي قيم معينة أؤمن بيها. أنا وأنت مختلفين في الدين، ده ما يضر ما إيه، ما يعنيش في حاجة، لأن في النهاية ربنا اللي حاسب. حرية العقيدة. حرية العقيدة. كل واحد حر في نفسه. وبعدين تقنين الحقوق والحقوق الإنسانية مش على أساس الدين، على أساس الإيه؟ الكفاءة والإنجاز والتميز والجدارة. ديت قيم الكفاءة والإنجاز والجدارة، ديت قيم الحداثة التي تؤمن بها الديمقراطية من خلال تعميق المشاركة، وإن أنا أنتمي للدولة اللي أنا فيها وأنتمي لهذا الوطن بغض النظر عن لا لوني ايه ولا جنس ايه ولا عقيدتي ايه ولا اثنيتي ايه. انا جاي، ما يحدث الان على بين تركيا وبين الاكراد، اسميها حرب ايه؟ الاكراد مشكلتهم، احنا كلنا تربينا عن الاكراد دول، موجودين في تركيا وموجودين في سوريا وموجودين في العراق، عايزين يعملوا حلمهم دوله كرديه يعني. طب هنا صراع 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 اثني وعرقي، واخد بالك؟ طب الصراع الديني بقى الموجود حاليا موجود فين؟ غزات الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من المراحل عشان تقنن حق التدخل في شؤون الغير، عشان حماية الأقليات الدينية والإثنية والعرقية. اللي بيحدث في اليمن وعلى حدود السعودية صراع ديني ولا لا؟ طبعا. وطائفي طبعا، مش كده؟ طب النهارده أما تدخل إيران في ومساعدة الحوثيين صراع ديني وطائفي. حزب الله في 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 لبنان هو صراع أيضا طائفي. الغريب ان نظام الطوائف ونظام الرق ونظام العبوديه انتهى من العالم، ولم يبقى الا له بعض الاثار، ولا زال متجذر في المنطقه العربيه. ولك ان تتخيل ان حزب الطوائف لبنان الدوله، حزب الله الان يحارب في سوريا تحت دعوه ايه؟ طائفيه، ولا تحت دعوه الحفاظ على الوطن؟ طائفيه. طب مال حزب الله ومال سوريا؟ لان هنا الطائفه ظلت متحكمه في الفكر السياسي العربي الى الان، لان ما حدثش تحديث في الايه؟ في الواقع السياسي والنظم السياسيه. وهنا الطائفه العلويه الموجوده في سوريا، ما هي التي تحكم. والطائفه العلويه الموجوده في سوريا يدعمها مين؟ الحزب الله، وتدعمها ايه؟ ايران. هنا ظلت الطوائف الدينيه هي الاساس التي تحكم الصراعات في المنطقه وصراع المصالح، وليس الصراع من اجل ايه؟ تنميه مصادر الدخل في المنطقه العربيه. اما جاء قالوا النهارده الطبقات الحديثه في الدول المتقدمه بتتقاس ازاي؟ الدخل والثروه والمكانه الاجتماعيه بتاعتك، دخلك ايه وثروتك ايه؟
مكانتك الاجتماعية هتاخدها على اساس الدخل ولا ايه ولا الثروة بتاعتك. وبعدين انت النهاردة راجل المهنة بتاعتك اللي بتشغلها ايه والوظيفة بتاعتك وساكن فين، مش هيسألني يقول لي دينك ايه، ايه لا ايه العمل اللي انا بقدمه، قيمة اللي انا العمل اللي انا بقدمه للدولة بتاعتي ومستوى الكفاءة والانجاز اللي انا بعمله للدولة بتاعتي، وان انا راجل ناجح في المكان المؤسسة اللي انا فيها. ولذلك لم تصل سبب اللي احنا فيه ده كله، لم تصل الدول والنظم السياسية العربية اللي حد نقول عليها نظم حديثة ونظم طيب مؤسسية. طيب دكتور، عشان بس اعتقد ده ممكن يكون سؤالنا الاخير للوقت كده، احنا يعني تجاوزناه بقليل. لو اتكلمنا عن فكرة تحقيق السلام او عشان نحقق السلام، لو اتكلمنا في نقط ان احنا ممكن نحقق السلام ازاي، ممكن نقول ايه في السؤال ده؟ بص سؤال صعب. يعني انت بتسأل سؤال بقى اذا ما اقوله ده مثالي كمان. يعني السلام وقت الحرب هو أمنية، ولكن السلام له قواعد وأصول. محاولة الوقوف على أساس أسس الصراع، جذور الصراع التي تغذيه، محاولة دمج كل الجماعات العرقية والإثنية والطائفية داخل حدود الدولة من خلال معايير محددة للعدالة، تطبيق القانون بكل شفافية ونزاهة، تطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة، تأكيد على حق المواطن في الدولة حقوقه وواجباته بغض النظر عن الدين واللون أو الجنس أو العقيدة. كل ده يؤدي في النهاية إلى مطلق عليه بالسلام الاجتماعي. احنا لازم نقول كلمة السلام هي إن شاء الله نتمنى أن هي تعم ونعشم أن هي تكونش كلمة رومانسية، أن هي تدخل فعلا حيز تنفيذ وتكون الدول قادرة على تنفيذها تماما. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا دكتور جمال أبو شنب أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة حلوان. شرفتنا دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. خلينا نروح مباشرة للرياض.